أخبار اليوم. النهاردة عن فكرة أكبر مدينة رحمن في العالم النهاردة في اسكندرية بحضور أهل اسكندرية، الفكرة جت منين وإزاي نظمتوها بالشكل ده؟ هي الفكرة بتتنظم بقالها سنة، هو في 5 شباب هم المسؤولين عن الفكرة، بيسعوا على الفكرة بقالها سنة. كانت هتتعمل السنة اللي فاتت في اسكندرية بس في شهر عادي، بس هم يعني لقوا إن هي في رمضان هتبقى أحسن، بحيث إن الناس كده كده هتبقى صايمة يعني. بس فهم كانوا طالبين أصلا منظمين وكده، اختاروا الفرق اللي هي تبقى التيمات اللي شغالة على طول مع بعض. فالتيمات كلها نزلت على اساس ان احنا كل واحد هيمسك منطقه، وكل واحد كان فيه 4 تيمات بتمسك منطقه واحده. بس هو ده دور المطاعم ومحافظ اسكندريه المحافظ والمطاعم وكده، سهلوا لنا الصراحه ان التصريحات تدوها، وان النوائب تنزل والحاجات دي والاكل، وحيث ان كل مطعم هيبقى مسؤول عن منطقه ينزل فيها الاكل، واتفقوا مع بعض على الموضوع. يعني المطاعم هي المسؤوله عن توزيع الاكل مش التنظيم؟ تمام، مسؤولة، وهي اللي أخذ كل مطعم أخذ منطقة. طيب تقولي إيه النهاردة في السرح العظيم دوت واليوم الجميل وأهالي اسكندرية كلهم مبسوطين النهاردة؟ هقول أنا فرحان جدا، أنا حاسة إن شايفة مصر كده فيها أمان، والناس كلها مبسوطة فرحانة، وكله حاسس بكله، وفرحانة جدا جدا، وبقول بجد ربنا يخلينا السيسي ويا رب نفضل كده دايما. يلا كل سنة وأنت طيبة. يلا تقول لنا أنت إيه النهاردة بقى؟ بجد انا مبسوط والله قوي، والناس النهارده انا وابني ومراتي، عشان خاطر بجد مطمنين كلنا وبامان، والحمد لله يعني كلنا فرحانين. كل سنه طيبين. طيب ايه في السرح الكبير دوت في اليوم اللي فيه اكبر مدينه رحمن على مستوى العالم بتجمع اهالي اسكندريه كلهم النهارده؟ اقول يا رب يوفق الدنيا كلها ويوفق مصر بخير، ويا رب تبقى حاجه جميله ومعلومه لمصر واسكندريه كلها. النهارده اكبر مدينه رحمن على مستوى العالم زي ما انت حضرتك شايف، واحنا جايين من محافظات عده وجايين نحضر الحدث النهارده، وشكله حدث جميل والله وفخر، والاجواء والله. انت جاي منين النهارده؟ جاي من محافظه القليوبيه، معدي 4 محافظات النهارده عشان نحضر الحدث الجميل. طيب معاك محمد نشار من القليوبيه، برحب بيك وبرحب باخبار اليوم واقول لكم كل سنه طيبين. اكبر مدينه رحمن ان شاء الله تخش موسوعه جينيس، اكبر مدينه رحمن في العالم باذن الله، في اسكندريه على اسكندريه، ومطاعم واحسن على احسن مستوى ان شاء الله، وتكون سنه طيبه. جاي من الاقصر وسمعت عن المائده دي، وجاي من الاقصر مخصوص. رايك ايه يا حاج في اكبر مدينه رحمن على مستوى العالم؟ فرحان، شايف الناس سعيده وفرحانه، فرحان الناس سعيده وفرحانه، ويا رب يجعلها كل سنه زي كده. والله فرحان. احنا هو حدث عظيم جدا جدا، واشكر الاخوه المصريين، واشكر اخوتي في محافظه الاسكندريه، واشكر جميع الطاقم الاعلامي الفني، واشكر قناه اخبار اليوم. ولا هو الا حدث عظيم جدا، ومش غريب على اخوتنا المصريين. وتحيه من الشعب الليبي الى جميع الاخوه المصريين ولجميع الاخوه العرب، ونتمنى هذا الحدث يتكرر ذلك في محافظه في جمهوريه مصر وفي محافظه الاسكندريه، وليس غريب على اخوتنا المصريين هذا الحدث العظيم الرائع الذي اثلج صدورنا وادلج صدور الامه النهارده لاهالي اسكندريه. تقول لهم ايه اكبر مائدة رحمن على مستوى العالم؟ كل سنة طيبين وعملتوا كل سنة. كل سنة طيب. مائدة رحمن على مستوى العالم من اهل اسكندرية. احلى مائدة رحمن على مستوى العالم كله. هتشارك فيها النهاردة؟ ان شاء الله.